ما زلت تلقي معكم مشاهدينا في باقي فقرتنا مساء الخير يا كويت، وفقرتنا الحوارية الثانية رح تكون عن أمراض القولون والمستقيم وأمراض السرطان الخاصة بالجهاز الهضمي. رح يكون حوارنا مع فهد والزميل فهد، وأيضا رح تكون مع أخصائية التغذية الأستاذة فاطمة خريس، وحوار حول أمراض السرطان وتبع الجهاز الهضمي وكل ما يخص هذا المرض، وخاصة الناحية الغذائية الصحية. نشوف التفاصيل مع فهد. شكرا لزميلتي غادة. طبعا لو نتكلم أستاذة فاطمة عن أهمية، خلنا نقول، التوعية بسرطان القولون، شنو هو؟ كتير مهم، أنه التوعية كتير مهمة للمجتمع. حلو. وكتير ضرورية، لأنه أثبتت الدراسات تقريبا نسبة 50% من الحالات ممكن أن نمنع حدوث سرطان القولون المستقيم. حلو. بالإضافة لما الأشخاص يكون في عندهم وعي أكثر، رح يكونوا مشجعين أكثر أنه يتبنوا نمط حياة صحي. حلو. يتبعوا نظام غذائي صحي ويبتعدوا عن العادات الغذائية الخاطئة. كمان في كتير أشخاص عندهم مفاهيم خاطئة عن السرطان بشكل عام، وشو أسبابها وعلاجاتها والأكل اللي لازم ناكله ونبتعد عنه. فلما الشخص يكون مثقف وعنده وعي ودراية بالأسباب المسببة للسرطان، رح يصحح هذه المفاهيم الخاطئة اللي عنده. حلو. وبالإضافة كمان أنه الوعي رح يخلي الأشخاص يعني يتبعوا الفحوصات المبكرة اللي هي لازم تنعمل. حلو. للتأكد من صحة الجسم وصحة القولون، أنه خالي وما في أي أمراض. طيب أستاذة فاطمة، يعني أنت تفضلتي في كلمة جدا رائعة، اللي هي أن الواحد يقوم بالفحص المبكر. متى كل متى أفحص دكتورة؟ لسرطان القولون لازم يعني كل سنة أو كل سنتين. كل سنة أو كل سنتين؟ أو كل سنتين. في عمر معين إنه لازم يروح يفحص ولا عادي الكل؟ هلا هو فوق 50. أوكي. يفضل إنه يعمل فحص سنوي أو مثل ما قلت كل سنتين. بس الأشخاص اللي أوريدي عندهم تاريخ عائلي، أو إذا مثلا الأب في عنده سرطان قولون، أو الأقارب في عندهم سرطان خاصة القولون، نحن بننصح إنه نروح يعملوا فحص. الفحص بيصير يا أما عن طريق المنظار أو عن طريق الدم أو عن طريق الأشعة المقطعية. يعني ممكن أنها تكون وراثة أستاذة فاطمة؟ التاريخ العائلي بيلعب دور بسرطان القولون. حلو. طيب إذا نتكلم عن هل يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؟ أكيد، مثل ما ذكرت وقلت أنه 50%، لأنه الدراسات أثبتت، حسب الدراسات أثبتت أنه 50% من الحالات ممكن أنه تحمي حالة وتقي نفسها وتتجنب حدوث سرطان المستقيم والقولون. حلو، ممتاز. إذن أستاذة فاطمة، أنا متكلم على العوامل اللي تزيد من خطر إصابة السرطان، شنو العوامل؟ هلا أول شيء السمنة وزيادة الوزن. حلو. كل ما الشخص يكون عنده سمنة أكثر ووزن أكثر، كل ما أنه أكيد في وجود لخلايا دهنية أكثر، وكل ما كانت الخلايا الدهنية أكثر بالجسم رح يعمل خلل بمستوى الهرمونات بقلب الجسم وبمستوى الإنسولين. فهيدا الخلل بالهرمونات والإنسولين كتير بزيد خطر الإصابة بالسرطان إجمالا. حلو. بشكل عام. رقم اثنين، التاريخ العائلي. التاريخ العائلي كمان مثل ما ذكرت وقلت، إذا كان في تاريخ عائلي لأي شخص عنده سرطان قولون بالعائلة، كمان يفضل يكون مثل تكون وراثة أستاذة فاطمة. بكون وراثة بالضبط. ممكن يكون الشخص وارث الجين تاع السرطان، فبنستحسن وبننصح أنهم يعملوا فحوصات مبكرة. رقم ثلاثة، الأكل الدهن. الدهونيات. بالضبط، الدهن. لما يكون النظام الغذائي غني بالدهن وقليل بالألياف الغذائية، هيدا سبب من الأسباب اللي رح يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون. مثل كمان ما قلت، بالإضافة طبعا للتدخين، شرب الكحول كمان، وقلة الحركة. قلة الحركة أكيد، قلة الحركة والخمول والكسل، لأنه كل ما الشخص يكون قليل بالحركة طبعا، كل ما أنه حيكون عنده يعني ميول أكثر لأنه يكسب وزن. نحن مثل ما بنعرف أنه من فوائد الحركة والرياضة أنه تخلي الشخص يخسر، يحرق يعني حتى ويحرق كالوريز ويخسر وزن. بالضبط. فكل ما الشخص
اوريدي هو قليل الحركه وما عم يعمل نشاط بدني، هيدا الشيء رح يؤدي الى زياده وزن، وزياده الوزن بتزيد خطر الاصابه بالسرطان. طيب استاذه فاطمه، يعني بما انك انت اخصائيه تغذيه، لو نتكلم عن كيف، يعني اذا الواحد الحين قاعد يتابعنا يقول انا في عندي سمنه مفرطه، شلون اني احاول اني اقلل هذه السمنه بحيث اني كل ما يعني تقل عندي، في برنامج معين هلا يحاول انه كثر ما يقدر انه ينزل هذه السمنه؟ هلا التغذيه طبعا كثير مهمه، حلو، كثير مهمه خصوصا التغذيه الصحيه. كل ما الشخص مثل ما قلت كان عنده درايه وعنده وعي انه شو هي العادات الخاطئه الغذائيه لازم يبتعد عنها، وشو الغذاء الصحي اللي لازم يتبعه، هيدا الشيء رح يساعده كثير باتباع نظام غذائي صحي. طبعا التغذية الصحية كتير مهمة، بأنه مش بس بتمنع السرطان، بتمنع أو بتقلل من حدوث أمراض تانية مثل السكري، مثل الضغط، مثل أمراض القلب. التغذية الصحية هي عبارة عن شو؟ أنه لازم الشخص يرتكز بغذائه أكتر على المصادر النباتية قد ما بيقدر، ويقلل من المصادر الحيوانية. كل ما الشخص أكل أكتر من المصادر النباتية، كل ما أخذ فيتامينات أكتر، معادن أكتر، وألياف غذائية أكتر. ومثل ما بنعرف الألياف الغذائية كتير مهمة لحركة الجهاز الهضمي. حلو. المصادر الحيوانية حتكون أكتر بالمواد الدهنية والدسم. ومثل ما قلت الدسم بيعمل خلل بمستوى الهرمونات. فنحاول قد ما فينا نرتكز على المصادر النباتية. حلو. رقم اثنين، نبتعد عن اللحوم الحمراء. هيدي للوقاية من السرطان. كل شخص نقلل من اللحوم، استهلاك اللحوم الحمراء. حلو. كل شخص مسموح له يستهلك بالأسبوع 500 جرام. 500 جرام يعني نص كيلو بالأسبوع. طبعا نحن بنستهلك أكثر، ممكن نتغدى مثلا مدبوس لحم، كمان مثلا نتعشى برجر، هيدا بيوم واحد. فنحن تخيل عنا 7 أيام، فنحاول أنه بس أكلنا للحم الأحمر يكون 500 جرام. حلو. وطبعا نتجنب اللحوم المصنعة. طيب حلو، يعني معلش كلامك على متم وجبات تعطينا، خلينا نقول وجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء. شنو يأكل يعني بوجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء حتى يساعد أو يحافظ على صحته؟ مثلا وجبة الفطور ممكن يكون يحاول يركز على الألياف اللي هي موجودة بالتوست الأسمر، بالخبز الأسمر، يحاول يختار كل شيء لونه أسمر، لأنه الحبوب ذات اللون الأسمر فيها ألياف أكثر. إذا بده يأكل من الألبان والأجبان، يحاول يختار أي شيء قليل دسم، يا قليل دسم يا خالي الدسم. وإذا من النوع خضار طبعا قد ما بيقدر فيه يأكل، لأنه الخضار هو أقل شيء من المجموعات الغذائية فيه كالوري، سعرات حرارية. هذا بالنسبة للإفطار، للفطور. أوكي، وجبة أوكي. الإفطار. وطبعا نحن منفضل يكون في سناك اللي هي وجبات خفيفة. حلو. يكون في وجبتين سناك أو 3 وجبات سناك بين الوجبات الرئيسية. حلو. لو قلنا مثلا على السناك أو على الوجبة الخفيفة، أخذ حصة فاكهة اللي هي بين الفطور والغدا. حلو. على الغدا مثلا نحاول ما نعدي أنه كوب العيش. كوب واحد من العيش اللي هو ما يعادل تقريبا 9 قفشات من العيش. نحاول العيش يكون مشغول. مثلا إذا بده يأكل الدجاج، نحاول نختار دايما صدر الدجاج اللي هو من غير جلد، لأنه صدر الدجاج يعتبر أقل دسم من غيره. حلو. ونحاول طبعا دايما يكون في صحن السلطة. السلطة هذه لازم، السلطة وجبة لازم. رئيسية تكون، لأنه السلطة غنية بالألياف بالضبط. والألياف بتشبع. أوكي. وممكن مثلا بعد الغداء، بين الغداء والعشاء كمان ياخذ وجبة خفيفة. العشاء قد ما فينا يكون خفيف، يعني ممكن الشخص اللي عامل دايت ممكن ياكل تونة مثلا، تونة معلبة بالماء. تونة ما تعطي طاقة الشيخة؟ بلا، وهي التونة لأنها مصدر غني بالبروتين. حلو. فخصوصا الشخص اللي اوريدي عم يعمل رياضه او انه مشترك بالجيم ومحتاج لبروتين، ممكن ياكل تونه بالليل اللي هي معلبه بالماء، او مثلا ممكن ياكل سلطه، ممكن كمان مثل يكون مثل الريوق اللي هو التوست مع جبن قليل دسم او قليل دهن. احنا وصلنا معك الى الختام، كلامك كان ممتع، كلامك كان ان شاء الله يكون المشاهدين شيق وله فائده. كلمه اخيره، بحب أنصح المجتمع إنه يتبع نظام غذائي صحي، ويحاول قد ما فيه كتر من الرياضة، لأنه عن جد التغذية الصحية هي بالضبط. يمكن الدواء لكل داء. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، مستكملين معاكم فقرات برنامج مساء الخير يا كويت، لكن بعد هذا الفاصل.